السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. طبعا المتحدث باسم التربيه حجاب بصمه ووضح بخصوص نتائج الدور الثاني، اسمعوها وبعدين اوضحها لكم. والله النتائج ان شاء الله، يعني احنا الان كملنا مرحله التصحيح، كتصحيح انتهت يعني مراكز، الان بمرحله التدقيق النهائي، اذا ما صار بها اعلان يعني بهاليومين ان شاء الله نطلع الاسبوع القادم يعني بشكل مطلع الاسبوع القادم نتائج، اذا ما صار خلال هاليومين السادس الاعدادي. طبعا مثل ما سمعتوا طلاب، المتحدث باسم التربيه ليوضح بانه نتائج السادس الاعدادي بمرحله التدقيق النهائي ومنتهين من التصحيح بشكل كامل، وراح يتم اعلان النتائج خلال اليومين القادمين او مطلع الاسبوع القادم، يعني احتمال كبير اليوم تنعلن او باكر تنعلن، يعني باي لحظه خلي ببالكم بانه يعلنون النتائج، على ساعه يعلنوها لكم النتائج، او اذا منعلنت خلال هاي اليومين في بداية الأسبوع القادم راح يعنوها لكم إن شاء الله، يعني شغلتها قربت، كلش قربت النتائج. فإن شاء الله من تنزل أنا راح أنزلها لكم بالقناة أول بأول، وبعد ما تنعلن النتائج طبعا راح يناقشون لكم قرار الدور الثالث، إن شاء الله راح نوفيكم بكل الأخبار. أتمنى لكم كل التوفيق.